وقد عقد وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماعات الدورة 130 للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف سلسلة لقاءات جمعت بين الوفد ووفود الدول المشاركة. وحول هذه اللقاءات معنا على الهاتف سعادة النائب عيسى الكوهجي عضو وفد الشعبة البرلمانية إلى جنيف. سعادة النائب بداية مساء الخير، ونود أن تحدثنا عن أهمية اللقاءات التي تمت بينكم وبين الوفود الأخرى على هامش هذه الاجتماعات والمواضيع التي ناقشتموها. مساء الخير. جرينا عدد من اللقاءات المشتركة على هامش مشاركة الوفد البرلماني بجنيف مع كثير من الوفود، طبعا الوفد البرازيلي، الوفد البريطاني، الوفد السويدي، طبعا على أشاد الوفد الباكستاني إلى زيارة جلالة الملك لباكستان وتوقيع الاتفاقيات المختلفة في المجالات العديدة اللي وقعوا الاتفاقيات، وهذا يدل على التعاون بين الدولتين في المصالح المشتركة. وطبعا الوفود الغربية عطيناهم تقرير الأخير للجنة اللي صار عن لجنة المعنية بتغاس الحقاق، ورويناهم الإنجازات اللي حققتها اللجنة إلى حد اليوم في التقرير الجديد. فالتقرير الجديد ما كان واصل لهم، فهذه دل على إنجاز مملكة البحرين ما أنجزته في التقرير. نعم، كيف كانت تجاوب أو ردة فعل الوفود يعني، وكيف ترون أهمية مثل هذه اللقاءات في توضيح الكثير من المواضيع والإنجازات التي تتم في مملكة البحرين؟ طبعا الوفود كلهم يعني كانوا ما كانوا على علم ان التقرير وصل الى هذا الحد من الانجازات. كثير منهم كانوا في اعتقادهم ان بس 20 او 30% من اللجنه المعنيه بتخص الحقائق وصلت. فاحنا لما قلنا لهم ورويناهم التقرير الاخير اللي صدر الشهر الماضي، فهم كانوا متفائلين جدا. وطبعا العلاقات هذه والاجتماعات الثنائية اللي تصير بين السلطة التشريعية البحرينية والسلطات التشريعية في دول العالم، هذه يعني تعزز العلاقات، تعطيهم الصورة الواضحة إن ما قاعد تنجز مملكة البحرين اليوم متقدمة على الدول الجوار. نعم، سعادة النائب عيسى الكوهجي عضو وفد الشعبة البرلمانية من جنيف، شكرا جزيلا لك.